راح نتابع الوضع الميداني للاستعدادات للعملية الانتخابية. ينضم إلينا مراسل تلفزيون دولة الكويت الزميل نواف الشراكي المتواجد حاليا في الإدارة العامة لشؤون الانتخابات بمنطقة شويخ السكنية. نواف صباحك الله بالخير، وما هو لديك من مستجدات؟ صباح الخير نجيب، وصباح الخير مها، وأيضا أصبح على ضيفكم العزيز الدكتور يوسف المطيري، وأيضا أصبح على كل من يشاهد الآن عبر برنامج العالم هذا الصباح. نجيب، نحن الآن متواجدون في إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية في منطقة الشويخ السكنية، ونحن مستمرون مع مشاهدينا الكرام في كل ما يستجد من التجهيزات والإجراءات، وأيضا كل ما هو متعلق في يوم الاقتراع 29 من هذا الشهر، وهو العرس الديمقراطي في دولة الكويت من إدارة شؤون الانتخابات. ونحن الآن في هذه الغرفة والمكان المخصص لتجهيز صناديق الاقتراع، وما مثل ما تشوفون من وراي الآن حاليا يتم تجهيز الصناديق الخاصة بيوم الاقتراع يوم 29 من هذا الشهر. ربما تكون هذه الصناديق هي تبدأ أو يتم تجهيزها على عدد من المراحل. المرحلة الأولى هي إعادة تشيك عليها ومدى صلاحياتها، أيضا المرحلة الثانية كما تشاهدون هي المرحلة من حيث تجهيز الصندوق في كل ما يتعلق وكل ما يتم استخدامه في عملية يوم الاقتراع، بعد يتم عملية بعد الانتهاء من عملية الفرز من القرطاسية والأختام والشمع الأحمر وكل ما يتعلق بالهيئة القضائية والجداول، كلها يتم تجهيزها الآن. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة بعد ما يتم تجهيز كل الصناديق الخاصة في الخمس دوائر في كل اللجان الأصلية والفرعية وعددهم 759 صندوق، 759 صندوق مثل ما تشاهدون هذه الصناديق اللي يمي هي صناديق الاقتراع، 759 صندوق ما بين لجنة أصلية ولجنة فرعية متوزعين على 118 مدرسة هي لجان الانتخابية. بالإضافة غير ال 118 هناك خمس مدارس لجان رئيسية يتم من خلالها هذه الخمس مدارس الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات مجلس الأمة 2022. نجيب، واضح الآن هناك جهود تواصل من خلال تجهيز هذه الصناديق. المرحلة الثالثة وهي المرحلة تكون هي الأخيرة بعد الانتهاء من عملية التنازل، وهو يوم 22 القادم، بعد ما يتم الانتهاء من التنازل فبالتالي يتم الآن وضع المرحلة الأخيرة في داخل الصناديق أوراق الاقتراع وأيضا كشوفات المرشحين اللي تم راح يكونون أهم يحق لهم التصويت عليهم في الانتخابات بعد انتهاء من عملية التنازل. كل هذه التجهيزات وكل هذه الترتيبات تتم من خلال جهود عاملين في إدارة شؤون الانتخابات. حالياً تم تجهيز المرحلة الثانية وهي عملية القرطاسية للدائرة الأولى والثانية والثالثة، وحالياً يتم تجهيز صناديق الاقتراع للدائرة الرابعة ومن ثم الدائرة الخامسة. هذه المرحلة الثانية بعد ما ينتهي يوم الخميس القادم يوم 22 وهو آخر يوم للتنازل راح يتم تجهيز الصناديق مرة أخرى لخمس الدوائر من حيث وضع أوراق الاقتراع وايضا اسماء المرشحين اللي يتم التصويت عليهم. نعم، زين الزميل نواف الشراكي مراسل تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك، ونلقاك ان شاء الله في رسائل اخرى. شكرا جزيلا.